اختتمت منظمة التجارة العالمية مشاورات المرحلة ما قبل الأخيرة لاختيار المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك بتسمية مرشحين اثنين يتم الإعلان عنهما في غضون أيام قليلة من قبل مجلس إدارة المنظمة. وكان المجلس العام للمنظمة قد وافق في 31 يوليو على عقد 3 مراحل من المشاورات على مدى شهرين، تبدأ في 7 من سبتمبر الجاري وتنتهي في بداية نوفمبر القادم. I think it's time that we convert the dialogue from lobbying and marketing and selling capabilities and individuals into how can we really work together? What will it take for us to really hit the ground running? This is a major objective to really make sure that we don't waste more time. جاء تأهل دكتور محمد التويجري مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية للمرحلة الثانية برفقة مرشحي بريطانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا بعد قناعة الدول الأعضاء برؤيته الإصلاحية لإعادة بناء الثقة في المنظمة وتعزيز قدراتها على الاستجابة والتعامل مع المتغيرات والتحديات الحالية والمستقبلية. I actually like to be a little bit optimistic. This organization has achieved a lot in many ways. If we look at trade 25 years ago and look at it today, definitely there has been some progress. يركز برنامج مرشح المملكة إلى المجالات الاستراتيجية من خلال تعزيز آليات حل المنازعات وتحفيز الابتكار وإطلاق خريطة طريق تتضمن رؤية واضحة لعمل المنظمة مع الاستفادة من الكفاءات والمهارات ودعم التحول الرقمي مما يميز توجهه عن باقي المرشحين. مرشح المملكة العربية السعودية لرئاسة منظمة التجارة العالمية جاء بقناعة الدول الأعضاء لرؤيته الطموحة وقدرته على إعادة الثقة في منظمة التجارة العالمية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.